هاد الواقعة هادي اللي وقعت فكرتني في مصر وبهاد الوقائع ديال التحرش اللي كاينه في مصر، واللي حنا بطبيعة الحال كدولة منفتحة ودولة تتآمن بالحرية الفردية فاحنا ما كنقبلوش بحال هذوك التصرفات. اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها، اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها. والمرأة عندنا في المغرب والفتاه بصفه عامه هي انسان مكرم في البلاد وكنحترمه، رغم اننا نقدروا نختلفوا معاه على طريقه اللبس وطريقه التفكير، فاحنا كنحترموا المراه المغربيه. دابا هذا ما عرفتش لمن كيطبل، لمن كيقول هذا الشيء، هذا واش ما كيحشمش هذا كيقول هذه الهضره هذه، كيقارن بالمرأة المغربية المحترمة بهذه اللي لابسة خيط، ديك البسم ديال يوم الدخلة، يعني حتى المرأة يوم الدخلة كتحشم قدام راجلها تلبس هذا اللباس، والله العلي العظيم هذه خارجة للشارع بها. حنا طبعا هذوك الشباب كيستاهلوا أنهم الدولة تدخل، وكذلك كنبغيو ان الدوله تدخل في هاد المسائل اللي كيخرجوا الناس، كيخرجوا البنات لابسين هاد اللباس، هذا تحشم البنت تجلس قدام باها وخوها بهاد اللباس هذا اللي خرجها به، كل كنحترموها وكيقارنها بالمراه المغربيه، لعنه الله عليك راغي. السلام عليكم. شوفوا بكل صراحه، حقوق الانسان شي حاجه مزيانه بزاف، حقوق الانسان شي حاجه واعره، ولكن في بعض الاحيان ما كيصلحش داكشي، ورا حتى في الدول المتقدمه ومتطوره جدا واللي كنعطيو بها المثال راه ما كيديروا قوانين كيجمعوا بهم عباد الله، ما تمزقش بالزنقه، قطع من الشانطي من البلاصه فين خاصك تقطع، تقيش شي واحد يغبروك. حقوق الانسان ماشي ماذا قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حنا نعلموا الغرب شنو هي حقوق الانسان، هو تيضرب المثال بالغرب. لا راه شفنا حقوق الانسان في ارض العزه شنو طاري في فلسطين، يعني تبارك الله مازال كتقولوا حقوق الانسان وكتضربوا امثله بالغرب. راه هادشي اللي خاص قوانين صارمه. ماذا كنشكروا الجهات الامنيه اللي تخدم خدمتها وشدات هذاك الدري وغتشد صحابو حتى هما كاملين، ولكن راه ما يمكنش يبقاو عباد الله غاديين في الزنقه مخلوعين. غدا تكون بنتي ولا مراتي ولا امك ولا اختك ولا خالتك ولا اي واحد تلقى هي بسليب في الزنقه، واش كيجيكم هادشي عادي؟ والله الا تديروا راسكم الضحك، كيفاش راه انت اللي ما جيتيناش عادي، كيفاش كتقارن المهم عائلتك الا كانت تلبس هذا اللباس، او ما يمكنش يكونوا كيلبسوا هذا اللباس، احترم نفسك واحترم عائلتك، ما يمكنش تقارنها بهذ البنت اللي لابسه هذا التنوره. ما عمرنا ما سمعنا بلي راه بنت غاديه محترمه وبسلوا عليها الدراري لهذ الدرجه هذه، ما يمكنش نهائيا. وغادي نسمعوا هادشي اللي يأكدوا الشيخ سعيد الكمال. نسمع. قد علم المسلمون جميعا أن الحجاب فرضه الله على نسائهم، هذا ليس من فرض فلان ولا علان، بل قد علمت النساء ذلك أيضا، سواء منهن من تحجبت أو من لم تتحجب، كلهن يعلمن أن هذا مما أوجبه الله. لكننا طبعا الحديث في هذا الشيء واضح والآيات معروفة، لكن أنا الذي أحب أن أتحدث عنه هو الزعم بأن هذا خاص بالمجتمعات التي تنظر إلى النساء نظرة شهوانية، وأنا في الحقيقة هنا أسأل كل عاقل، لا أخص بسؤال المسلمين فقط، كل عاقل، إلى أين تتجه الشهوة أكثر، إلى المرأة المغطاة أو إلى المرأة المعرة؟ أين تكثر الشهوة؟ طيب أنا أسألك سؤال آخر، الآن المجتمعات التي أغنت بتعرية النساء، لا أقول تعرية رؤوسهن ولكن بتعريتهن جميعا، قلت فيها الشهوة؟ الشهوة عندهم في هذه المجتمعات متوقدة جدا، بل الشهوة صارت يعني وهذا شيء ما انتم تحدثوني عنه، انتم الذين تسكنون في مثل هذه يعني ما شيء نسمع عجيب. ف يعني هذا يكون صحيحا، وان هذا فرض
وأن هذا فرض لما كانت المجتمعات تنظر النساء نظرة شهوانية، معناها لما تعرت النساء يعني خمدت الشهوة. هل هذا هو الذي وقع؟ ليس هذا هو الواقع. اللي تقول هذا هو الواقع تكذب، بدليل الواقع، بدليل الواقع. ما لا لا يعني شو نقول لك، ما عرفش كيفاش نختار شيء لفظ يكون الواقع تبين شيء. ما كل شيء معري. أنصح الناس أن تكون فيهم شيء، أن يكون فيهم شيء من الخشية. عرفتوا عباد الله، نقول لكم واحد الكلمة ديال المعقول، كاع اللي تيقول شي حاجة تتغضب سيدي ربي نهار غادي يوقف قدامه غادي يتمنى كل ما قالهاش. وقالوا ما لها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كاع اللي تيقول هادشي وهو عارف أنه هادشي تيقول غلط ماشي صحيح. حنا ما النصارى ولا هادو ما تنهضروش معاهم لأنه هادو ما تيعرفوش ديننا. تي إلا قالوا تيقولوا شي حاجة تيظنوا أنه هي الإسلام، شي واحد قال لهم راه هذا هو الإسلام. ولكن تنهضروا حنا مع المسلمين اللي عارفين هادشي، قارين القرآن تيقولوا هاد الهضرة ولا تيكتبوها، والله العظيم إلا كلهم غادي يندموا قدام سيدي ربي. لأنه مبقى ما صافي كاع كلشي تقاد في الدنيا، وداكشي اللي الفلوس اللي كنتي اللي كانوا يعطيوها لك عطاوها لك، وداكشي اللي كنتي استفدتي استفدتي، وداكشي اللي ايوا. ودابا انت قدام الله وانت كنتي عارف تكذب على المسلمين، تضل المسلمين، تتغر ولاد المسلمين، وتضل بنات المسلمين، اش غدير دابا؟ عرفتوا زعما شنو قالوا؟ كانوا تكتب، قال واحد وما من كاتب الا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.